وقت الشيخ صالح جاب لك اياها على الميتم وسلمك اياها وقلت له خلاص البنت وصلت. ما بعرف شي عن هذا الموضوع. كيف ما بتعرفي شي يا مدام؟ الشيخ صالح اكد انه سلمها لك، كيف ما بتعرفي؟ انا ماني متذكره شي من هذا الحكي. ارجوك يا مدام، الشغله فيها موت وحياه، يعني من 23 سنه ما كان في حدا بالملجا اسمه عنايه غيري، وقت حضرتك كنت مديره الملجا. ارجوك يا مدام عنايه، هيدي بنتي، بنتي. بنتك؟ هلأ صارت بنتك؟ يعني تذكرتيها وبتعرفي القصة؟ حتى لو قلت لك مين يلي أخدها، كيف رح توصلنا؟ شلون رح تجيبها؟ مثل ما وصلنا لك منوصل لهم. وتأكدي يا مدام، يعني ما حنفتح دلنا بشي ولا حدا يدري بشي إذا كان الشغل بتضر فيكي. يوم يلي إجا الشيخ صالح لعندي قلت هالبنت إجت بوقتها، لأنه قبل بكم يوم كان عندي زلمة ومرته وكان بدهم صبي رضيع عمره كم يوم مشان يتبنوه ويسجلوه على اسمه. اتصلت فيهم مباشرة وقلت لهم إنه إجتني بنت مو صبي. قلت لحالي إجتني الرزقة. كانوا وعديني بمبلغ كتير كبير، لأنه مثل ما بتعرفوا صعب يطلع أي طفل من الملجأ بدون قيد أو سجل. ويومتها إجوا فعلاً، أخذوا البنت ودفعوا لي المصاري وراحوا. لوين؟ ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ ناس أخذوا بنت من عندك، معقولة ما تعرفي هني وين أو شو بيشتغلوا أو رقم تليفونهم؟ أخذوها وراحوا، سافروا برات البلد. سافروا؟ مدام عناية، نحن بنعرف ان الشغلة فيها مسؤولية، بس تأكدي لا يمكن نفتح تمنا بشي او نقول اي شي، بس نحن بدنا البنت. انا حكيت كل يلي عندي، اكتر من هيك ما رح فيتكم بشي. يا مدام عناية ارجوك. اكتر من هيك ما رح فيتكم بشي. طيب مدام، انت مبين عليك انسانة لطيفة، واسفين نحن اخذنا وقتك، اذا تذكرتي شي او بدك تقولي لنا شي هذا رقمي، تفضلي مثل ما بدك. ها تفضل استاذ.